احبائي، نتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم ان شاء الله غيكون على كيفية صنع علبة هدايا بواسطة استعمال كارتونة ديال التليفون. يلا نبداو. غادي نشدو كارتونة ديال التليفون، نصبغوها بالكحل باش ما يبقاش يبانو فيها هاد الكتبة ولا شي، ونطلقاو. من بعد ما صبغناها غادي ناخدو دابا لاصوف الاحمر، غادي نلصقو هكا وهكا. دابا من كملنا لاصوف التلصاق، غادي ناخدو وردة لصقوها حتى هي. اختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو ولا اللي بغيتو، المهم داكشي اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال البواطه. تقدروا تعطوها على شكل كادو، تعمروها باش ما عرفتش، داكشي اختيار ليكم. تقدروا تزيدوا هاد الكتيب صغير ديروا فيه التواريخ بيناتكم. غادي ندير فيه حلقة مازال ان شاء الله، تقدروا حتى هو ديروه وسطها. تحطوا مثلا هنا وديروا ليه ورد. تقدروا تعطيو معاه حتى هاد الظرف، حتى هو باقي غندير فيه حلقه ان شاء الله، ديروا فيه الرساله الوسط وتعطيوه على شكل كادو. فيديو اليوم سهلة، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد.